في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد، وجدت تجارة المخدرات أرضاً خصبة لتزدهر. فالفساد وضعف مؤسسات الدولة يوفران بيئة مثالية لتجار المخدرات للعمل في الظل. ولكن هل يمكننا القضاء على هذه المشكلة دون معالجة الأسباب؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام في المنبر، وهذه الحلقة التي نتناول فيها قضية المخدرات. ونستضيف معنا هنا في الاستوديو العميد عبد الله الأحمدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وأيضا مدير الإدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على السلامة. حياك الله. بداية أبدأ معك مباشرة سيادة العميد، بين فترة وأخرى نسمع عن مضبوطات في كميات من المخدرات، يعني السؤال هنا هل نحن شعب مدمن إلى هذا الحد؟ طبعا في السياق التاريخي لانتشار المخدرات والعودة إلى الوراء قليلا، اليمن بعمومها وحضرموت جزء منها كانت تعتبر مثابة منطقة عبور، لكن في الآونة الأخيرة استهدفت كسوق للتعاطي والترويج والإدمان، وأصبحت المخدرات ظاهرة منتشرة في كل محافظات الجمهورية وخصوصا محافظة حضرموت. اليوم نتحدث عن واقع مأساوي في إطار انتشار هذه الآفة بجميع أنواعها الموجودة، أكثر من نوع تم ضبطه مؤخرا، ظهور أنواع جديدة لانتشار المخدرات، فهذا يوحي بانتشار واسع لهذه الآفة. وأيضا ما يدلل على ذلك الضبطيات سواء كان في حضرموت الساحل أو حضرموت الوادي أو عموم الجمهورية. لكن لماذا تغير الوضع من تحولت منطقة عبور إلى منطقة استهداف مباشر؟ ممكن حسابها بالحساب التجارة، وقد تكون لها أبعاد سياسية أبعاد تآمرية أخرى، لكن بطبيعة الحال ما في المخدرات وعصابات المخدرات دوما ما تسعى لإيجاد أسواق جديدة لها للربح المادي، وأيضا تدخل أسباب أخرى. كما هو معلوم أن الحوثي يقف في وراء كثير من عمليات التهريب، تهريب المخدرات وأغراض المجتمع بالمخدرات، لذلك قد تكون هناك أبعاد سياسية أبعاد استعمارية أخرى أكثر من سبب في هذا النقاط. العرض أكثر أم الطلب لدينا هنا في حضرموت تحديدا؟ بالفترة الأخيرة زاد الطلب، والتاجر دائما ما يحرص على توفير أي سلعة إذا طلبت بشكل أكبر يقوم بتوفيرها، وتجار المخدرات فعلى سبيل المثال مادة الشبو هذه التي انتشرت مؤخرا لم تكن تعرف قبل العام 2019 بالتاريخ هذا، مجرد كم ضبطية ضبطت في مطار سيون ومطار عدن، لكن ما بعد 2019 لوحظ انتشار، والسبب الرئيسي في انتشار مادة الشبو هو الطلب، هذا اللي ذكرناه. لماذا برأيك ازداد الطلب على هذا الطلب؟ ولعله إجابته قد تكون قاسية نوعا ما. للأسف الشديد الأخوة المرحلون من دول الخليج دول المجاورة وخصوصا على قضايا المخدرات هم من أوجدوا الطلب الحقيقي على مادة الشبو. الهجرة العكسية بالضبط، الهجرة العكسية، هؤلاء مدمنين المخدرات جميع أنواع المخدرات في الدول التي كانوا فيها، بمجرد أن أتوا إلى اليمن أو إلى حضرموت أوجدوا طلب لهذه المادة، وبطبيعة الحال انتشار المادة لا يتوقف عند هذا الشخص، قد ينتشر عند أخوه أصحابه البيئة المحيطة. أعطيني قصة في هذا يعني الشأن. أي شأن؟ يعني مرحل رجع إلى أكثر من ضبطية ضبطت عندنا أساسها المرحل درجة أساسية، وبالبحث فيها وجد أنها تم انتشارها إلى أصحابهم إلى أسرهم إلى إلى أقرب الناس لهم وكان الانتشار. نعم، الفئة العمرية الأكثر ضبط أو التعاطي للمخدرات يعني هي الفئة المستهدفة أساسا فئة الشباب، لكن قد تكون فيها أطفال من عمر كم إلى كم الشباب؟ من 18 إلى 40ات. والأطفال كم نسبتهم تقريبا؟ الأطفال أكثر انتشار لديهم هي جانب تسمى التشفيط، وهو تعاطي البترول أو تشفيط البترول والغراء، فيكثر هذا لدى كيف تضبطوهم هؤلاء الأطفال؟ والله قد تكون بالمصادفة وقد تكون بالإبلاغ على حسب، لكن لا ينطبق عليهم قانون المخدرات ومكافحة المخدرات، لذلك يتم إخلاء سبيلهم بعد أخذ التعهد وإحضار الأهل وإعلامهم بهذا الأمر فقط هذا الإجراء القانوني، لأنه لا ينطبق عليهم قانون المخدرات كون المادة المستخدمة لا تصنف من المخدرات.
لكن في جانب التأهيل يعني مثلا هل يعني هل هل يعطى الأهل مثلا يعني أساليب في كيفية التعامل مع هذا الطفل، لأنه يعني أصبح يشبه المدمن فيها في في تعاطي الأصل هذه. الأصل هذه الأمور تعطى عبر جهات مختصة، إحنا جانب أو جهة ضبطية. أنا أقصد هل في تنسيق بينكم وبين جهة ضبطية بدرجة أساسية، لكن نقوم بعملية النصح الأولي للآباء والأمهات، وهذا ما نستطيع فعله وفق ما هو لدينا من إمكانيات متاحة. يعني استخدام المرأة في الترويج لدينا في حضرموت كم نسبته إذا وجد؟ طبعا النسبة بسيطة، لكن لعل الكلام يجر بعضه. في العام 2006 وكثيرا ما ذكرت هذا الشأن، في العام 2006 أول تشكيل عصابي ضبط في مدرسة من المدارس، بل في ثانوية من ثانويات البنات للأسف الشديد، في العام 2006 وركز على التاريخ. هذا التشكيل هو تشكيل نسائي كامل وقف وراء انتشار نوع من أنواع المخدر في مدرسة من المدارس، وهذا ينبع عن أن المرأة استخدمت في إطار ترويج المخدرات. المرأة تستخدم كالتمويه في نقاط العسكرية لأجل مرور هذه الكميات أو أنواع المخدرات، أيضا تستخدم كنوع من التسويق، أيضا تستخدم كنوع من التهريب، قد تكون اليوم تستخدم، بل معلومات مؤكدة لدينا عن قيام بعض النساء في نقل المخدرات كونها لا تتعرض للتفتيش في بعض النقاط. في نقاط حصينة لدينا فيها نقاط تفتيش نسائية، لكن في نقاط أخرى لا تتوفر لديها العنصر النسائي، لذلك يتم تهريب أو تمرير المخدرات عبر العنصر النسائي، وسجن المركزي يوجد فيه من هن مضبوطات على قضايا مخدرات. كم منه؟ كم نسبة تقريبا؟ بسيطة بسيطة ما. إلى الآن إلى حدنا المضبوطة، لكن المعلومات انتشار المخدرات اليوم للأسف الشديد، وقد يكون هذا مزعج للمستمع أو للمشاهد، انتشار مخيف، وصل إلى الجامعات، وصل إلى المعاهد، وصل إلى المدارس، وصل إلى الأحياء، وصل حتى إلى بجانب المساجد، بل وسط المساجد. وسط المساجد؟ وسط المساجد. ممكن تعطينا بس مثال؟ عندنا حالات من من يقومون بترويج المخدرات داخل المساجد. كيف يعني؟ ما داخل الحمامات، التسليم يتم التسليم داخل الحمامات أو في الإطار هذا. تكون محمية من الرقابة يعني. يعني هو يحاول يوفر نفسه المكان الآمن الذي لا يمكن مراقبته. لكن كيف وصلتم له؟ المعلومة يعني؟ دائما المعلومة هي ما تصلنا عبر مصادرنا أو عبر المواطنين أنفسهم. تمام جميل. الجرائم القتل المرتبطة بالمخدرات لدينا في حضرموت، إحصائية سمعتها سابقا أن نسبة 80% من الجريمة مرتبط أساسا أو تحت تأثير المخدرات. فمؤخرا جرائم القتل الشنيعة والجرائم التي لم تكن تعرف في المجتمع الحضرمي بالأخص، مثل من قتل أمه، ومثل من بل أكثر من ذلك، أمور التحرش الجنسي سواء كان من الأب البنت أو من الأخ بأخته، وأكثر من ذلك أساسها أو سببها الرئيسي هي المخدرات، تأثير المخدرات. يعني تقصد أنه في ممارسات جنسية حتى من يعني بين الأقارب بسبب المخدرات؟ المخدرات تورث الديادة، المخدرات تسلب الإنسان التحكم في نفسه، تسلب الإنسان قيمه أخلاقه، لذلك ينطلق من مبدأ متوحش حيواني، فكل ما هو حوله متاح بالنسبة له، فصارت قضايا تحرش غير عادية وتم ضبط على إثرها وعلى إثر الإبلاغ من قبل يعني المتضررين، تم القبض على بعض الأشخاص وهم من ذوي القربى. حاب أسمع قصة لسيادة العميد فيها. أنا ممكن أعطيك في بعد آخر قضية القتل، ولعلكم سمعتم الضبطية التي حصلت في الغيل، اثنين من مروجي المخدرات تربطهم علاقة أنهم أبناء خالة، قاموا بعملية قتل لمن؟ لخالهم، وكلهم متورطون في قضية مخدرات، تم قتله قبل فترة طويلة. إحنا لاحظنا عبر مصادرنا اختفاء هذا الشخص، إحنا لدينا قائمة سوداء بالمروجين وحتى بمتعاطي المخدرات ومن يضبطوا عندنا، فلوحظ اختفاء هذا الشخص. بعد تحري وصلتنا بعض المعلومات عن أنه قد يكون مقتول، يتحري أكثر، تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص في عزبة من العزب في منطقة الديسان مكلا، وحتى صار اشتباك، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتجار المخدرات، الدماء عندهم مستباحة، وتم إلقاء القبض عليهم، وبالتأكد وبالتحري أكثر ازدادت المعلومة تحققا لدينا، فتم البحث عن مكان هذا الشخص المقتول، إلى أن وصلنا إلى معلومات أن الجثة مدفونة في بيت مهجور أو بيت قيد الإنشاء في منطقة الغيل، وتم النزول إلى الموقع والتأكد من وجود جثة في هذا المكان.
تم استدعاء جهات مختصة بالأدلة الجنائية والبحث الجنائي ومزاولة عملهم، ونبش القبر أو نبش المكان هذا الذي كان يعتقد أنه الجثة موجودة مدفونة فيه، فتم العثور على الجثة. وفي نفس اللحظة قمنا بعملية مداهمة، وكانت ارتباط المعلومات، سيل المعلومات في إلقاء القبض على الشخص الثاني أو الابن الخالة الثاني المتورط في قتل الخالة. وبعد التأكد جمع كل ملابسات القضية، تم التأكد أن الشخصين قاما بقتل من هو بنسبة بنسب خالي، وهذه جريمة مباشرة تؤكد أن المخدرات تسلب الإنسان القيمة والإنسانية. نعم، أنتم في حالة حرب يعني مع المروجين والمتعاطين، كيف تحمون الضباط لديكم عناصر مكافحة المخدرات؟ يعني هل لديكم الإمكانيات الكافية لحماية أنفسكم؟ السؤال يرمينا أو يوجهنا إلى اتجاه آخر. أنا قلتها حقيقة وأكثر من مرة، أن ما يعمل في ملف مكافحة المخدرات من إجراءات سواء كان من السلطات العليا أو الوسطى أو الدنيا لا يرقى للحد الأدنى في مواجهة هذه الآفة وخوض هذه الحرب الضروس. ليس لدينا أي إمكانيات تأمين. لماذا في ظل يعني هذه الأرقام المخيفة التي نسمعها؟ عدم إمكانيات، تعذر بذلك، أكثر من سبب يساق لنا، وكم بعثنا نداء واستغاثة في هذا الشأن أن إدارة مكافحة المخدرات، أنا أتكلم عن ساحل الحضرم، لا توجد بها ميزانية تشغيلية، ويمكن أن تقيس باقي الأمور على هذا الأمر. ميزانية تشغيلية لا توجد. ميزانية تشغيلية لا يوجد بها ميزانية. كيف تشغيلية. تتحركون إذن؟ متكلين على الله وبهمم الشباب، ولعل الحافز الأساسي لدى الشباب هو أنهم يخوضون حرب جهاد أمام هذه الآفة الخطيرة. السلاح الذي معكم يعني؟ السلاح كلاشينكوف، بعض السلاح البسيط الذي لا يكفي للعسكر جمعه، حتى أكثر من مهمة لا يمكن القيام بها إذا كانت أكثر من مهمة في أكثر مكان نظرا لشحة الإمكانيات. اليوم أتحدث من هذا المنبر وسيارات الإدارة، بل هناك برقية، وقد هذا الكلام يزعج السلطات الأعلى مني، لكن هذه حقيقة ينبغي أن يعرفها الناس. اليوم رفعنا أو بالفترة الماضية رفعنا برقية خروج إدارة مكافحة المخدرات عن الجاهزية بسبب عطل أو العطال التي أصابت المركبات جميعا. هذا يقودني أيضا إلى سؤال آخر سيادة العميد، يعني في هناك سيارات تقبض أيضا ويتم ضبطها ويتم احتجازها في النيابة العامة، يعني لماذا أنتم لا تستفيدون من هذه السيارات؟ سؤال ممتاز ووضعت يدك على الجرح. طبعا وفق القانون، قانون مكافحة الاتجار واستعمال غير مشروعي المخدرات والمتهورات العقلية رقم 3 العام 1993، المواد حقه تنص على أن المضبوطات المصادرة تعاد إلى الجهة الضابطة، لكننا اليوم نعاني أشد معاناة، وهذا الأمر في أروقة النيابة والمحاكم، وما زلنا نطالب أن تعاد هذه المضبوطات للجهة الضابطة. لكن ما يحصل أو ما يعمل في هذا الملف أن توزع هذه السيارات لغير الناس تستخدم يعني. تستخدم أو توزع عبر النائب العام إلى الجهات اللي تتبع، أما الجهة الأمنية جهة ضبطية لا يعد لها أي شيء من هذه المضبوطات. يعني لماذا لم ترفعوا عبر السلطة المحلية مثلا يعني للتخاطب الرسمي معك؟ أنا بصفتي مدير عام بالإدارة العامة بوزارة الداخلية رفعت، ترتبط بوزارة الداخلية مباشرة، وزير الداخلية وهو بدوره خاطب النائب العام، لكن إلى يومنا هذا لم نجد أذنا صاغية. يعني أنا أريد مبرر لهذه الجزئية مقنع. الإشكالية ليست لدينا، الإشكالية لدى النيابة العامة، وقد يحتاج الأمر إلى تدخل السلطات الأعلى علشان ننتهي من القصة هذه ويتم تطبيق القانون بحذافير في أن تصادر المضبوطات للجهة الضابطة. طبعا الجهة الضابطة مش بالضرورة تكون إدارة مكافحة المخدرات، قد تكون إدارة الجيش، قد تكون أي جهة جمركية. كل هذه المضبوطات ستعزز إمكانياتها، بل في فترة من الفترات احنا قدمنا رسالة حوالي ب 12 سيارة تم ضبطها من قبل إدارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت، طالبنا ببعض السيارات، فما أعطي لنا من 12 سيارة أو 14 سيارة إذا خنتنا الذاكرة إلا سيارة واحدة، وكانت هذه الضبط هذه الكميات أو هذه المركبات المصادرة ستحل إشكالية كبيرة لدي. طيب سيادة العميد، إجراءات الضبط لديكم كيف تتم؟ وفق الإجراءات القانونية وتتم، هل يعني لكن هناك بعض المشاكل لدينا. طبعا من المشاكل الأساسية أن الكادر الموجود في إدارة مكافحة المخدرات هو كادر ميداني
ولعلنا في الفترة الأخيرة عززنا جانب التحقيق ببعض خريجي القانون من كلية القانون، لكن هذا يظل إجراء بسيط يحتاج الأمر إلى تأهيل كامل، تأهيل مستمر. وهذا ما اتفقنا عليه قبل أسبوع مع القاضي شاكر بونش، قاضي رئيس النيابة الجزائية المختصة، وبمعية مدير أمن ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي، في أن يستهدف كادر إدارة مكافحة المخدرات بمأمورية الضبط أقصد بمجموعة من الدورات التأهيلية في هذا الجانب لتجاوز أي أخطاء قد تحصل، والأخطاء موجودة ونعترف فيها. لكن أنا يقودني هذا إلى سؤال آخر، أنه في هناك متعاطين أو مروجين يخرجون براءة بقضايا يعني أنتم ضبطتموهم، لكن يخرجون بسبب عدم اكتمال إجراءات الضبط. صحيح، هناك أخطاء لدينا وأخطاء أيضا أخطاء في أماكن أخرى. يعني أنا أقول الأخطاء التي لدينا قد تكون إغفال بعض الإجراءات في عملية الضبط نفسها، كعدم الالتزام بالقانون للإجراءات بحذافيره. المحامين يترصدون لنا لأي ثغرة، لذلك يدخلون من هذا المنافذ. أيضا هناك مشاكل أخرى كالشهود، قد لا تقبل شهود العسكر من بعض النيابات، مع أنه للعلم البعض الآخر يقبل شهادة العسكر، هذه إشكالية. أيضا حماية الشهود، اليوم الشهود إذا كان العسكر الجنود اليوم يخافون أن يشهدوا، فما بالك المدنيين؟ عندنا ضعف شديد في إقبال الشهود المدنيين، وهو العامل الأساسي أو الحاسم في قضايا المخدرات أن يكون الشاهد مدني. أيضا ما يترتب عليه من الحضور، الناس مرتبطون بأعمال ويطلب منهم الحضور أكثر من مرة، فالكثير يحصل يعني ما تضبطوه متلبسا. أنا أتكلم عن الشهود أنفسهم، يحصل عنده إنزعاج للحضور للنيابة، الحضور لإدارة مكافحة المخدرات، الحضور للنيابة، الحضور للمحاكم، فهذا مما قد يضطر القاضي للحكم بالبراءة. أنا أقصد من تضبطوه متلبسا، هل ينبغي أيضا أن نجد شاهدا على هذا؟ بالنسبة للإجراءات الضبطية الشهود اثنين من الشهود، هذا أمر ضروري، سواء كان في نقطة سواء كان في عملية وفق أوامر ضبط أوامر تفتيش، ضروري من إذا كان لا وجود لمدني في المكان الذي انضبط يشهد من قبل العسكر، وهذا اللي يضع أنها يكون نوعا ما معوق أساسي. كونها تخيل ضبطية في الساعة الواحدة ليلة ما تجد من الشهود المدنيين، فإحنا بنضطر أن يشهدوا أفرادا، قد يطعن في هذا الأمر، لكن عادة في النقاط العسكرية يقبل من هذا الشأن كونها نقاط عسكرية ثابتة، فلذلك يقبل منها الشهود العسكريين. أما نحن كإدارة مكافحة المخدرات قد لا يقبل مننا الشهود العسكر في بعض النيابات، والبعض الآخر من النيابات يقبلوا تقبل شهادة الشهود العسكر. يعني المفروض فيه يكون مسوق قانوني واضح يعني. والله احنا لعلي أثرت هذا الموضوع أمام نخبة من القضاة مسؤولي نيابة شرق، لا أسميهم بالاسم ونيابة شرق ونيابة غرب، وحضور القاضي شاكر وكان في اختلاف ما بين الأطراف هذه كلها في قضية قبول شهادة العسكر، وما زلنا نعاني من هذا الأمر ولم تحسم، تحسن في اتجاه معين أو في مكان معين، في المكان الآخر لا يأخذ بها. هل تشعر ولو بواحد المئة من التواطؤ في محاربة هذه الظاهرة؟ أنا أشير إلى قضية تغلغل ما في المخدرات، قد تكون لها أيدي بالجهة الأمنية، قد تكون لها أيدي حتى في الجهة السلطات الأخرى القضائية والنيابية. قضية الاختراق واردة، والدليل أنه عندنا كثير ممن ضعفت أنفسهم أمام المغريات طاحوا في هذا الأمر في المغريات. لديكم في لدينا في الإدارة وغيرها وغيرها، لعلي أشير إلى أكثر من جهة، يعني العصابة وما في المخدرات متغلغلة في كيف يعني؟ في رأس يعني خذ أنت في كل الدول. طلعت على تقرير سابق قبل ما أستلم الإدارة أو في حين استلمت الإدارة، فيه مسؤولين كبار سواء عندنا أو في الدول المجاورة، وهذا مؤشر خطير، وهذا معلوم لا أحد ينكره، حتى لو حد نكره نحن كأننا بنغطي الشمس بمنخال. تغلغل له اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والأجهزة مختلفة أطيافها الجمارك، هذا مسلم فيه، لكن النسبة ضئيلة. الأكثر نحن نقول أنه عندهم حس نقول خوف من الله، حس وطني، لكن هناك هل سبق أن تعرضت لإغراب بشكل شخصي؟ تعرضت ليش؟ تعرضت للإغراء بشكل شخصي؟ لا، أنا أشير لشخص أكثر مني، الأخ العميد فهمي محروس مؤسس الإدارة مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت،
لعل من القصص التي ذكرها لي إغراءه في قضية من القضايا بوضع ورقة في ملف قضية ترويج عبري كامل ضبط فيه كمية من المخدرات، طلب منه وضع ورقة في وسط الملف، ملخص الورقة أنها تثبت ملكية الجارب لشخص آخر بدل الشخص الحقيقي، عرض عليه 1,000,000 ريال سعودي. هذا في الأعوام السابقة، يعني أنت لو تتكلم على 2004 2005 2006 2007 في هذه الفترة. نعم. أما لدينا أيضا عرضت لدينا أو علينا إغراءات لكن ليست بالشكل هذا، ليست بهذا المبلغ، المبلغ 1,000,000 لا. يعني إذا قدم لك 1,000,000 والله في ظل عدم وجود الدعم احنا بنخاف الله ان شاء الله نقول ونعم هكذا. السجون هي سجون مختلطة يعني مكافحة المخدرات أم في هناك سجون خاصة بال؟ الإشكالية تبدأ من عندنا السجن أو مركز التوقيف الذي لدينا، اليوم كاد الرقم يكون المساجين فيه قرابة 90، وهو معلوم أنه مركز توقيف 24 ساعة ثم يتم إحالته للنيابة ثم يحال إلى السجن المركزي. لدينا أكثر من 35 أمر إحالة إلى السجن المركزي، عندما نذهب بهم إلى السجن المركزي يقولوا لنا السجن ممتلئ تماما، فيقضي عندنا المسجون أو هذا المضبوط قرابة السنة وخمسة شهور في سجن إدارة مكافحة المخدرات. وهذا ما يجرنا إلى أن السجن الخاص بإدارة مكافحة المخدرات إن كان فيه في بداية الأمر نتيجة الإقبال البسيط فصل صغار السن عن كبار السن، المتعاطي عن المروج، إلا أننا نضطر لاحقا في أن نخلط الجميع لامتلاء السجن. يعني الطاقة الاستيعابية للسجن المركزي للسجن إدارة مكافحة المخدرات قد تكون 40 نفر إلى 50، وأنت تخيل رقم كم يصل إلى 115 من طاقة استيعابية إلى 50 نفر 60 نفر بالحد الأعلى، يصل الموقفين لدينا إلى 115. أضرار هذا الخلط يعني تخلط يعني يتحول المتعاطي إلى مروج في بعض الأحيان. بالضبط، الخلط هذا صغير السن يتعلم من كبير السن، هذا واحد. الأمر الثاني المتعاطي يصبح مروجا، هذا أصبح مدرسة وليس سجن. والله مدرسة للأسف الشديد. ما هو إلا لدينا، أنا بذكر قصة في جانب السجن المركزي، أنه تم ضبط شخص، وهذه أيضا جزء يعني نعتبره من لعله يشير إلينا بأسباب بيد أو إصبع الاتهام في هذا الأمر. تم ضبط شخص للأسف الشديد مدرس بكمية 28 كيلو في منطقة الديس الشرقية من قبل إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بأمن الديس الشرقية. الرابط ما بين الأمر أن المدرس هذا صاحب الشحن الأساسي، صاحب الكمية هو أخوه الذي هو مسجون داخل السجن المركزي، كان يتواصل عبر التلفون. والمدهش في الأمر أن من جاوب في أحد الاتصالات التي يجريها الشخص المسجون الأخ الأكبر الشخص المضبوط لدينا الذي معه الكمية 28 كيلو، أنا جاوبته قال لي ألو أخ، جاب اسم أخوه فرديت عليه فعرف صوته أبو جابر، فوالله انصدم. لكن شوف الشاهد، من داخل السجن تمارس التجارة وهذا قس عليه باقي الأمور، فاكتساب خبرات كبيرة داخل السجن، أصبحت مدرسة على ما أشرت السجن سواء كان إدارة أو السجن المركزي مدرسة، رغم ما يستهدف عبر برامج بعض البرامج البسيطة أقول، لكن هي مدرسة لتجار المخدرات. لكن هذا يعني اتهام بشكل مباشر للسجن المركزي. لا لا لنا ولا السجن المركزي، لكن احنا قمنا بتفتيش بفترة سابقة، وهذا من باب الشفافية، حصلت من عام 2018 ونحن نقوم بعمليات التفتيش المستمرة بطلب من إدارة السجن، نجد بعض الأمور الممنوعة داخل السجن، هذه الضبطية معروفة، التلفون أخذ الجوالات، يعني هي في النهاية يصير اختراق. أنت تخيل حاول إدخال المخدرات إلى السجن المركزي في وسط الكاكاو، ما ممكن تشك في الأمر، وسط مقفل تماما كأنه من مصنع، لما فتحه حصل وسطه وصلت حشيش. ومن يسهل هذه الأمر قد يكون عسكر، إن كانوا أولياء أو أقارب الشخص أو عسكر، وتم إحالة بعض إلى السجن إلى العقوبة إلى النيابة. هو مدمن العسكري؟ لا أقصد المسجون المحبوس مدمن، هو العسكري قد يكون نفس الأمر.
وللأسف الشديد برضه يشير إلى حقيقة أخرى مرة، أكثر الضبطيات مؤخرا هم من أبناء الجيش والأمن، كثير من الضبطيات هم من تسبيع الجيش والأمن، ولكن نقول إن شاء الله نتطهر من هذا الأمر، ولعلنا تنمها فرصة أنه إن شاء الله إحنا ساعين إلى أن يكون هناك فحص دوري، فحص دوري للمخدرات، ونبدأ بإدارة مكافحة المخدرات برجال الأمن حماة البلاد، يعني نبدأ بإدارة مكافحة المخدرات علشان نتخلص من هذه الشواذ. ضابط ضبطه 7 كيلو، نعترف بهذا الأمر، ليس الأمر يعني فيه عيب، قد يكون في فترة من الفترات. ما الأسباب يعني اقتصادية؟ أكثر من سبب، شوف الفترة هذه قد يكون في التجنيد أو قضية التجنيد وسياسة التجنيد العشوائية، أصابها مع أصابها، فما كانت الشروط تطبق بحذافيرها، قد يكون الحاجة مرت اضطرت الناس أنهم يتقبلوا جميع الناس وجميع مرادي العسكرة، فدخلت بعض الشوائب، ولكن إن شاء الله الحين تطهر منهم. الواحد الضابط هو الآن مسجون؟ حكم عليه ب25 سنة، حكم ترويج 7 كيلو، حكم عليه ب25 سنة. من الضباط الجدد أم القدامى؟ الضباط الجدد. نعم. لكن إذا كان الأمر يتصل للضباط الجدد، لا، تم ضبط عديد ورتبة عديد في فترة سابقة بنص كيلو حشيش، رتبة عديد من الضباط القدامى، يعني الأمر لا يتصل على الجدد. المخدرات تنخل، والدولة شبه مغيبة عن هذا الأمر إلا مجرد بعض. إذن ليس هم الشباب المتورطون في جانب المخدرات، أيضا هناك في يعني قيادات في الدولة، في شخصيات اجتماعية أيضا متورطة في هذا الجانب، قد يكون هذا الأمر، والعلي أشرت إلى بعض الأشياء فيه. طيب نعم، بالنسبة للدخول المخدرات، هل تدخل عبر البحر أكثر أم برا؟ بالنسبة لبلادنا أساس المخدرات تدخل اليمن وحضرموت بشكل خاص عبر البحر، وبحسب الضبطيات، أنا أتكلم بواقع الضبطيات. حضرموت تصلنا بعض المعلومات عن وجود مناطق لتهريب المخدرات ودخولها إلى حضرموت، سواء كانت مناطق الشرقية أو حتى الغربية في الفترة الأخيرة، لكن الآن لم يتم أي ضبطية للتهريب البحري. التهريب البحري الأساسي المضبوط هو المهرة، خط المهرة درجة أساسية، هذا يغذى الشريان الداخلي، ولعلي يشير إلى كيفية تهريب المخدرات على يعني طريقة الدخول. المخدرات تهرب عبر البحر، تدخل إلى داخل اليمني أو داخل حضرموت، ثم تخزن في أودية في صحراء، وبالذات في وادي حضرموت. وادي حضرموت يعتبر مخزون. في 2019 تم ضبط حوالي 22 طن في أحد المديريات الصحراوية، هذا مخزون هائل يكفي الجزيرة العربية، دليل أنها تخزن في الوادي، وهذا ما هو معلوم لدينا. ثم يتم التوزيع، إعادة التوزيع، سواء كان السوق المحلية للمحافظات أو للدول المجاورة، وغالبا المستهدف الأساسي هي المملكة العربية السعودية. فدخول المخدرات عبر الساحل، الآن دخل في الخط أيضا محافظة شبوة، ولكن لم تضبط ولا شحنة، عدن، تعز. هل ضبطت أي شحنة عبر البحر؟ ضبطت في مهرة أكثر من ضبطية بالأطنان، 3 طن في أكثر من ضبطية في حضرموت. في حضرموت لم تضبط إلى يومنا هذا شحنة عبر البحر، لم تضبط إلى يومنا هذا. يعني هذا يقودنا إلى أن هناك في قوة للخفر السواحل، لما هناك عدم تنسيق بين. شوف الأساس أنها أصلاً إحنا تحت البند السابع، والبحر مؤمن من قوات التحالف الدولية وقوات التحالف العربي، وتخضع كل السفن للتفتيش، مع هذا يحصل التهريب بوجود الإمكانيات الهائلة لدى هذه الدول. قوات خفر السواحل لا تمتلك المقومات الكبيرة التي يمكن أن تغطي الساحل الممتد 160 كيلو، يصعب تغطيته. أيضا انتشار مؤخرا فيه تحركات من قبل السلطة، من قبل القيادة العسكرية، وأخص بالذكر أيام اللواء الركن فرج سالم البحسني، قام بوضع انتشار لبعض وحدات الألوية للمناطق الشرقية، كون المناطق الشرقية معروفة هي المرتكز الأساسي لتهريب المخدرات بالتقارير السابقة وحتى تقارير اللاحقة، فصار انتشار عسكري، نقاط عسكرية ممتدة على طول الخط الشرقي. لكن بحرا ما زلنا نعاني. مؤخرا تم إنشاء موقع في رأس باغشوة، وما حصل عليه من إشكاليات، لكن ثبت هذا الأمر، وهذا في الإطار الصحيح، لأن المنطقة هذه وفق المعلومات
تعتبر منطقة موبوءة ومنطقة إنزال كما تسمى إنزال المخدرات. ما مدى استخدام الصيادين في وصول هذه الشحنات إلى البر؟ الصيادين هم بشر، تم اختراقهم بأغراءهم بكثير من المال. قد يكون هناك تهريب صورة، يعني قد تكون البضاعة لدي يعني مملوكة شخصية لصاحب المركب، قد يكون مجرد ناقل لها بإجرته. البعض من الصيادين متورطين في هذا الأمر، بل مؤكد تورط الصيادين في هذا الأمر. الصيادين البعض ضعاف النفوس ممن استهوتهم أنفسهم وباعوا أنفسهم لتجار المخدرات. مؤكد يعني إلى أي دليل؟ مؤكد لأنه تم ضبط أكثر من قارب بحري في المهرة، هم من أبناء المنطقة وقد يكون من المحافظات الأخرى، هم من يستلموا المخدرات. شوف طريقة استلام المخدرات، هي عباري تأتى من ثلاث مناطق أساسية أو ثلاث دول، أفغانستان، باكستان، إيران. هذه الوجهة الأساسية للمخدرات وخصوصا الحشيش والشبو. ثم تأتي وتسلم في وسط عرض البحر عبر آلية معينة، سواء كان بالتواصل بالثرية أو وضع الوسائل الحديثة GPS تحديد الأماكن. تستلمها قوارب صغيرة، يتم إنزال الحمولة من المراكب الكبيرة إلى القوارب الصغيرة، ثم يتم إدخالها إلى المحافظات المستهدفة. نعم مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم نحن نغوص في بحر المخدرات، ولكن بعد هذا الفاصل. عودة إليكم مجددا مشاهدينا الكرام في المنبر، وضيفنا في هذه الحلقة العميد عبدالله الأحمدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت. صراحة يعني صدمتنا بالمعلومات التي سردتها لنا في النصف الأول من هذه الحلقة، لكن أسأل أنا هنا، ما مدى ارتباط الدعارة بتعاطي المخدرات؟ دائما ما أشير لأي كلام وفق الضبطيات. ما تم ضبط أي بدعارة. طبعا إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت فترة سابقة كانت مرتبط عملها أيضا بجانب الآداب، فكنا نمارس المخدرات والآداب إلى أن تم إنشاء قسم خاص بالآداب. فأي بدعارة يتم مداهمته وفق الإجراءات القانونية، نضبط داخله الخمور، الحشيش، يعني الخدمات يسمونها خدمات إضافية. فحتى المومسة، حتى البغية هذه لما تمارس هذا الأمر أو يتم التواصل الزبون بعد الاعتراف من قبلها، تقول للزبون أنت تبغى خدمات إضافية فوق اللي بتقدمه له، يعني تبغى خمر، تبغى حشيش. فبيوت الدعارة أيضا هي مراكز لتعاطي وترويج المخدرات بشكل كامل، يعني ما في بيت باستثناء. كل البيوت التي داهمناها ما تخلو من المخدرات. طيب هل ضبطتم هناك مثلا هناك قصر موجودين في هذه البيوت؟ إلى حد الآن لا يحضرني أننا تم ضبط أي قصر في هذا الجانب. الأحياء العشوائية اليوم هل هي مرتبطة أيضا بانتشار جريمة المخدرات أم هي مجرد يعني إشاعات إعلامية؟ لعلي أشرت في بادئ الكلام أن المخدرات اليوم موجودة في الجامعات، في المدارس، في المعاهد، حتى وسط المساجد، أيضا الأحياء الشعبية والأحياء أحياء المكلة، أحياء المكلة، أحياء كل المديريات هي غالبها مستهدفة من قبل تجار المخدرات. والدليل أنه أكثر الضبطيات تتم في الأحياء، ولعلي يشير إلى كل الأحياء الموجودة. على سبيل المثال المكلة أكثر من حي موجود لدينا مرصود فيه بؤر لبيع أو نقاط لبيع وترويج المخدرات، الشرج، ديس المكلة، فوة الطويلة، كل الأماكن هذه اللي ذكرتها، روكب، بويش، كل الأحياء أو في غالبها لديهم نقاط بيع قد تكون متنقلة، يعني علشان ما يتم رصدهم. اليوم في حي الفلاني بكرة يغير الشارع الآخر، ثالث يوم يغير إلى شارع آخر، لكن تجار مخدرات منتشرين في كل مكان. والخوف نتيجة هذا الضعف الموجود لدينا أن يصبح توصيل ديليفري، لعلها من المؤسف أن أقولها هكذا، ديليفري. إحنا كانت لدينا معلومة عن شخص يقوم بالإيصال الغذاء، هذه الطلبات هذه عبر اسمه، جاتنا معلومة عن شخص يقوم أيضا بتوزيع المخدرات بهذه الوسيلة، لكن أنا للأمانة لم يضبط
تعرف الإجراءات الضبط عندنا تمر ببعض الضوابط. أيضا الضعف التقني في مراقبة المروج والمتعاطي. صحيح. يعني هل تستطيع أن تضبط مروج متعاطي مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من ضعف إذا ذكرنا أن الضعف في الأساسيات، فما بالك هذه الأشياء اللي هي تعتبر تقنية متطورة، الأساسيات معدومة، من الطبيعي أن تكون هذه الأمور أيضا معدومة. الآن الترويج الإلكتروني، وهذا ملاحظ حتى دولي، أصبح الترويج الإلكتروني، وبل في استمعت لبعض المقاطع لعلها كانت لإمرأة تروج مادة الحشيش وتم إرسال المقطع لي. الإمرأة معروفة، لكن نحن يربطنا احنا في قضية عملية الضبط ضروري من الحيازة، قضايا المخدرات يشترط فيها الحيازة، إذا ما ضبطت معه شيء إجراءاتك يعني ما توديك مكان يعني. فبالنهاية نحرص كل الحرص أنه ما يضبط الشخص إلا ونحن متأكدون أن لديه بعض الممنوعات. أكثر المواد مؤخرا تعاطيا؟ شوف، هي أكثر انتشار أنواع المخدرات هي مجرد 4 أنواع أو 5 أنواع. الدرجة الأساسية هي الحشيش هو الأكثر انتشار، ثم يأتي الكبتاجون، الشبو، لعل الهروين والكوكايين إلى يومنا هذا لا يوجد لها استخدامات، والحبوب المهدئة. الحبوب المهدئة بشكل كبير تنتشر انتشار النار في الهشيم، تباع في الأسواق القات، تباع عند حتى الأكشاك، الحبوب التي لا تصرف إلا بوصفة طبية. وأكبر إشكالية في هذا اليوم أو في عصرنا هذا أو في وقتنا هذا هو معاناتنا مع الحبوب المهدئة المصروفة، يعني التي تصرف في الصيدليات وفي الروشتة. ولعل أكثر الأضرار المترتبة من جرائم القتل، من هذه الجرائم مترتب على هذا الأمر، الشخص الذي قتل أمه ما وجد في حوزته وجد حبوب مهدئة إضافة إلى أصل حشيش. الحشيش من أنواع المهدئة المروقة، يعني مش مثل الشبو اللي هو يعتبر منبه منشط، لا، الحشيش تأثيره عكسي. فيعتقد أن وراء إقدام الشخص هذا هي الحبوب المهلوسة أو الحبوب المهدئة عفوا، واستخدام الاستخدام السيء. فإشكاليتنا اليوم الآن ظهر عندنا البرجبالين، الآن انتشاره مخيف، هذا حبوب مهدئة للأعصاب، انتشار غير عادي. ضبطيات أخيرة وجدت في العبر، تم ضبط البرجبالين، ووجد وسط، هي مجرد كبسولات، وجد وسط البرجبالين أو وسط هذه الكبسولات مادة الشبو. هل ضبطتم صيدليات مادة الشبو؟ هل ضبطتم؟ ضبطنا صيدليات في العام 2019 أظن، صيدليتين. للأسف الشديد الإجراءات تبيع صاحب الصيدلية هو من ضبطنا. تبيع أي مادة؟ تبيع الحبوب المهدئة، يسمى الروش، الفاليوم، هذه مواد مهدئة لا تصنف ضمن المخدرات ولا ينطبق عليها قانون المخدرات، لكن تحسب في قضايا المخالفات وتحال إلى نيابة المخالفات، وإجراءاتها بسيطة، يعني ما هي بديك مجرد غرامة مرحلية وبعدين ممكن يقفل هذا. إذن هناك غياب رقابة على الصيدليات في بيع الصحة، دورها في هذا الجانب، لأننا نشير لها بهذا المعلومة، دورها ضعيف قضية الحبوب، والدليل واضح أن الحبوب موجودة في الأسواق. هل سبق تواصلتم مع مكتب الصحة؟ أكثر مدراء متعاقبين كلهم التقيت فيهم وطرحنا هذا الموضوع، حتى على هيئة الأدوية، وليس في حضرموت فقط، حتى بعموم المحافظات المحررة طرحنا هذا بقوة، لكن ما زال الأمر لا مجيب، ما زال الأمر في نفس المستوى، بل في تصاعد انتشار الحبوب المهدئة، مؤشر في تصاعد أكثر. نعم. طيب سيادة العميد، يعني إذا ما تحدثنا عن الأسباب لانتشار مشكلة المخدرات اليوم، بدرجة أساسية ضعف الوازع الديني، ومعلوم أن الخوف من الله إذا اختفى من قلب المؤمن حل محله الشيطان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولعله يشترك في هذا في السبب الرئيسي الأول، رفقاء السوء، ما من أحد تم ضبطه في إدارة مكافحة المخدرات، وين تعلم إلا وجه السؤال المباشر له، من أين تعلمت المخدرات ولا كيف بعتها ولا، إلا كان الجواب واضح، هو رفيق السوء، هذه بدرجة أساسية. أيضا المشاكل الموجودة، الفقر، البطالة، هذه أسباب رئيسية. لكن بالمقابل الجانب العكسي، أيضا الترف الزايد قد يكون موجه أساسي للشاب إلى البحث عن متعة أخرى، وهذا ما لاحظناه بخصوص في جانب المنتسبي الأمن والجيش، ممن تحصلوا على رواتب مغرية، رواتب ممتازة، نظير ما يعطى من التحالف من حافز،
يسيء استخدام بعض الأفراد في شراء المخدرات سواء للتعاطي أو للترويج. فالترف يعني أنت تشير إلى أنه نسبة كبيرة من لا مش نسبة كبيرة، أقول نسبة بسيطة لكن هذه موجودة، ولعلي يشير إلى ضبطية صارت من قبل محور الحمراء لأحد الضباط علامة دراجة نارية قادمين من شبوة، ابتاعوا اشتروا مخدرات كمية كبيرة للترويج من شبوة ومن بير علي بالذات، وتم إدخالها كون معه بطاقة عسكرية أعتقد أنه بيمر، لكن كانت اليقظة الأمنية والحس الأمني القوي عند المحور أو منتسبي النقطة، المحور هذا اللي موجودين متواجدين في النقطة، وتم اكتشاف الضابط وجد بحوزته راتب يعني فلوس سعودي يعني ممكن يستثمر هذا الجانب. فالترف أيضا له دور، أيضا المشكلات سواء اقتصادية سياسية، أيضا بعد الآخر التفكك الأسري الموجود مشاكل الأسرية، أيضا لا أخفي دور وسائل الإعلام الدور العكسي في إظهار مروج مخدرات كأنه عايش جو من المتعة والانسجام كما يقال فوق السحاب في الدراما قصدك في الدراما أقصد في الدراما، وما يبث عبر وسائل الإعلام من أفلام من مسلسلات، وأيضا بمقابل ضعف دورها في جانب التوعية. ولعلي أختم الأسباب أكثر من سبب في هذا الأمر، لكن هذه الحلقة أيضا للتوعية، نحن إن شاء الله لها هدفها، لكن أعتب كثيرا على القنوات الفضائية وخصوصا القنوات الرسمية تغطيتها وتسليط الضوء على موضوع المخدرات الذي هو يحتل المركز الثالث في التجارة العالمية بعد النفط والسلاح. تركيزها وتسليط الضوء على موضوع المخدرات ضعيف جدا في القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، لكن إن شاء الله تكون بادرة طيبة إن شاء الله هذه البداية موت البداية وتستمر في هذا الأمر. أضيف إلى موضوع الأسباب انتشار المخدرات، نفسها عصابات المخدرات حريصة كل الحرص على نشر المخدرات في كل مكان. أيضا الكسب المادي، اليوم الناس يدوروا على الكسب السريع، فهذا أيضا سبب رئيسي من أسباب انتشار المخدر وغيرها من الأسباب. إذا فاتني الحبوب المهدية، تناول الحبوب المهدية هو يجر الشخص إلى تعاطي ما هو أقوى ذو تأثير أكبر. أيضا القات، هذه الشجرة الخبيثة الشجرة الملعونة تصنف عالميا رسميا نوع من أنواع المخدرات، لكن اعتبارات في دول معينة مثل اليمن وبعض دول أفريقيا لا تصنف ضمن المخدرة. أيضا هذه قد تكون السلم الأول، الدخان قد يكون السلم الأول، الشمة قد يكون السلم نعم الأول. نعم لضيق الوقت فقط سيادة العميد، أنتم تتعاملون مع المتعاطي كمجرم؟ كواقع لا، نعتبر المتعاطي ضحية، وما يدلل على ذلك وهذا أقوله أمام الملأ يعني. متعاطي أي شخص يضبط في أي نقطة ولعله مخالف للجانب القانوني، لكن هذا بتفاهم نظرا للوضع الذي نعيشه، بتفاهم مع إدارة الأمن، بتفاهم مع الجهات القضائية والنيابية. الشخص المتعاطي إذا ضبط لأول مرة يتم حيزه في إدارة مكافحة المخدرات لفترة معينة تأديبية قد تصل إلى 15 يوم، يتم توجيه بعض الرسائل عبر السجن عبر وعاظ، كان يستدعى طبيب نفسي في فترة من الفترات لكن نظرا لإمكانيات ما عاد استطعنا استمرار في هذا الأمر. بعد 15 يوم يخلى سبيله بعد أخذ التعهد اللازم وأيضا إحضار أهله والإشراف على هذا. لكن إذا وصل إلى مرحلة الإدمان كيف تتعاملون معه؟ أنا أقول في حتى في قانون المخدرات أوجد لهذا المتعاطي أيضا حسبان لأنه ضحية. قانون المخدرات ينص على أن عقوبة المتعاطي 5 سنوات، عقوبة المتعاطي 5 سنوات، لكن يكتفى ب6 شهور في حالة إذا تم إيداعه في مصحة. إشكاليتنا اليوم لا توجد إلا مصحة واحدة وهي مصحة خاصة، نعم، والكلفة كلفة العلاج باهظة قد تصل إلى $1,000 في الشهر الواحد، يصعب الواحد أن يدفعها. ولا الأصل في تفاهمات تحصل ما بيننا وبعض الأهل الميسورين بعض أهل الخير أنه يتم الدفع ببعض من ابتلي بتعاطي المخدرات إلى هذا المركز اللي هو مركز النهى، ويتم علاجه والتواصل معنا ولا يطلق سراحه إلا بعد التواصل معنا ويتم إطلاق. ليس هناك تدخل من المنظمات مثلاً في. إلى يومنا هذا ليس هناك أي تدخل لا من الدولة ولا من المنظمات، هو مجرد إجراء ذاتي أو شخصي أو بعض تعاون من قبل بعض الخيرين. نعم، في نهاية الحلقة نود أن نعرف يعني ما هي الحلول بالنسبة لكم في إدارة مكافحة المخدرات لمحاولة احتجاز هذه المشكلة وعدم يعني ترك الحبال لها مفككة للانتشار؟ أولا بدرجة أساسية هي تعزيز إمكانيات مكافحة المخدرات، ولعلي شرحت ولو جلسنا حلقة كاملة على الإمكانيات
ما كفت هذا الحلقة لتسليط الضوء على الموضوع هذا، تعزيز إمكانيات الإدارة، قدرات الإدارة بشكل أساسي. الأمر الثاني على مستوى الوعي ورفع الوعي المجتمعي، وهذا يشترك فيه الجميع، سواء كان وسائل تواصل، سواء كان منظمات، سواء كان مشايخ، دعاء، مدرسين، الكل يشترك فيه في قضية رفع الوعي، وبما يمثل حصانة، توفير حصانة للناس، وهذا مجرد إجراء. لا لكن بعض الأحيان الممنوع مرغوب سيادة العالم. لعلي يشير بجانب التأديب الذي نتخذه في إدارة مكافحة المخدرات، الشخص المتعاطي اللي يعطى له فرصة نسلط نسوي نطبق عليه بعض البرامج حقنا، للأسف الشديد نسبة 99.99% يعود للمخدرات، حتى بإعطاء الفرصة هذه يعود للمخدرات. فالإشكالية قائمة، لكن أنت تقيم عليه الحجة برفع بموضوع رفع الوعي بدرجة أساسية. أيضا من الأشياء اللي أختم فيها موضوع تعزيز القدرات قضية المضبوطات، أنا أؤكد على موضوع المضبوطات، لو تصادر بس المضبوطات لجهة الضابطة لكانت كفيلة في تعزيز إمكانياتنا. بملخص أخير أقول أن الأمر يشترك فيه الجميع، سواء كانت سلطات ضبطية، سلطات قضائية، أيضا سلطات المعني بتنفيذ قانون المخدرات بدرجة أساسية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية المركز الثالث. فلذا الكل يشترك، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، الصحة، كل الوزارات معنية بالمشاركة الفاعلة في محاربة هذه الآفة، سواء كان بالمحاربة الضبطية أو بالمحاربة رفع الوعي لدى المجتمع. نعم، سيادة العميد عبد الله الأحمدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أود أن أسمع من كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذا النقاش. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، ولعلي أنا أعلنها من هذا المكان هي مثابة صرخة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كون المخدرات اليوم تقتل كل ما هو جميل، والانتظار كل يوم ضحايا، كل يوم ضحايا، ومن يتحمل ذنب هؤلاء هو نحن بدرجة أساسية. فأنا أهيب بالجميع، سواء كانت سلطات السلطات عليا أو وسطى أو دونية، بالوقوف أمام هذه المشكلة وإعطائها حجمها من الأولوية والقيام بواجبهم بما يرضي الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد عبد الله الأحمدي. وأيضا مشاهدينا الكرام، في ختام المنبر العميد عبد الله الأحمدي يقول أن هناك متعاطون ومروجون من العسكر في حضرموت حتى الملتقى. هذا هو صالح بلسود يحييكم في أمان الله.